حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأمبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي" وقال هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاه فاخاف ان تفتنني